هي مش مع أو ضد، هي في ناس هتتظلم اللي هي بتفقده غصب عنها، فدي لازم تكون تحت رقابة. باب الستر وأيد جدا ستر الفتيات بعد التوبة طبعا، والحمد لله أن يعني يبقى لها عودة إن شاء الله للموضوع ده. يعني أوافق تمام. هو بالنسبة للبنات اللي بيحصل لها حالات تحرش، دي من حقهم أنهم يعملوا حاجة زي كده. أنا مش حابب ده السبب، اللي هو السبب لو ما فيش صراحة، لكن لو في صراحة أوكي. لو بمبدأ السترة أوكي، واحدة تبدأ حياة جديدة. يعني احنا بنلجأ لمين؟ بنلجأ للأزهر. الأزهر ده هو حضرتك، احنا بنمشي زي ما بيقول. انا مع الأزهر في اي حاجة يعمل، ما دام الأزهر خد قرار يبقى هو صح، هو أدرى، هو عنده العلم الكافي اللي هو ياخد القرار ده. مش مع ترقيع غشاء البكرة ده ابدا يعني نهائي. فتوى الأزهر لازم نحترمها، ولازم احنا مش اعلى من علماء الأزهر. لا طبعا، لان ده عرض بني آدم. يعني ايه ارقعه؟ هو الشرف بيتجزأ. موضوع الجواز عامه بيبقى بادئ بثقة وأمانة من الاول، انما لما يبدا الموضوع وهو في حاجه مش واضحه في بين الطرفين، اعتقد مش موضوع مبقاش ظريف يعني هو يكمل بالوضع ده.